افتتح دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وسيد خالد فودة محافظ جنوب سيناء 7 مساجد جديدة بالمحافظة. وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين بمدينة طور، وجاءت تحت عنوان الإيمان والعلم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل أخبار مصر وليد هيكل. وليد، بعد مساء الخير، إليك الكلمة. بعد مساء الخير عمرو، بالفعل من أرض الله المباركة سيناء وتحديدا مدينة الطور جنوب سيناء ننقل لكم بالفعل فعاليات افتتاح عدد 7 مساجد جديدة قام بافتتاحها صباح اليوم معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، يرافقه السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. عدد 7 مساجد جديدة عمرو، منها 2 هنا بمدينة الطور جنوب سيناء، 5 مساجد أخرى على مختلف مدن محافظة جنوب سيناء. لكن عمرو، هذه تعد دلالة قوية على أن الدولة المصرية تبني لا تهدم، تعمر لا تخرب، كما ذكرت بعض الصحف المشبوهة والجماعات الضالة التي بالفعل تريد تشويه الصورة الداخلية عندنا هنا في مصر. لكن مزيد عن هذه الافتتاحات ومدى دلالتها عمرو، يسعدنا أن ينضم معنا الآن الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. معالي وزير الأوقاف، دلالة افتتاح عدد 7 مساجد جديدة هنا بمحافظة جنوب سيناء هذا أولا، كذلك صرحت سيادتكم بافتتاح عدد من المساجد خلال شهر 9 وشهر أكتوبر القادم بإذن الله، عدد كبير من المساجد، فما دلالة ذلك؟ الحقيقة هذه 7 مساجد اليوم في جنوب سيناء و7 مساجد في محور المحمودية بالإسكندرية في إطار 314 مسجد، رقم غير مسبوق في أي دولة أنها تفتتح في شهرين هذا الرقم. إضافة أن 7 مساجد اللي في طور سيناء يأتي في إطار أكثر من 100 مسجد تم افتتاحها خلال 6 سنوات. وبهذه المناسبة المساجد الجديدة في سيناء وحدها أكثر من 100 مسجد. على مستوى الجمهورية المساجد الجديدة أكثر من 1200 مسجد، إضافة إلى تحديدا 3602 مسجد تم إحلال وتجديد وصيانة في نقلة غير مسبوقة. لكن هي القضية عشان نوضح الدنيا، لابد من التنظيم، وإحنا أعلننا النهاردة وبنعلم في وزارة الأوقاف اللي عايز يبني مسجد أو 100 مسجد أو 1000 مسجد يتفضل لوزارة الأوقاف، وعندنا من المساجد التي تحتاج إلى جهده. القضية قضية تنظيم، ما نجيش واحد يبني يعني زاوية تصرف في النيل أو في المياه أو على أي مجرى مائي أو يعملها زاوية مختنقة. المساجد اللي اتفتحت النهاردة دي قدسية المساجد، وبنأكد وبنختم لولي الأمر أو من ينيبه الجهة اللي يسند إليها أن يقيد المباح أو يقننه، أو بل عليه أن ينظمه أو ينيب من ينظمه حتى لا يصير الناس إلى فوضى، فما تقوم به الدولة المصرية. ومعنا فضيلة الدكتور أسامة رئيس اللجنة الدينية، ويؤكد أن الجمعة عند الشافعية لا تنعقد إلا في المسجد الجامع أو فيما يحدده الإمام أو نائبه من مساجد. القضية ليست يعني عايزين نفهم ديننا صح، عايزين نفهم ديننا فهما صحيحا. العلماء وضعوا النظام الفقهي والشرعي لقضية تنظيم المساجد، نسأل الله القبول. كل شكر حضرتك سيد وزير الأوقاف. وبالانتقال زميلي عمرو إلى كلمة السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. سيادة اللواء محافظ جنوب سيناء، افتتاح عدد 7 مساجد جديدة يمتاز بطابع معماري زخرفي ممتاز، لعل مسجد الحق المبين الذي تم افتتاحه اليوم يمتاز بالفعل بموقعه الفريد في مدينة الطور. اهتمام محافظة جنوب سيناء بالمساجد الجديدة. احنا في الحقيقه بتعاون كامل مع وزاره الاوقاف في الحقيقه، وبنتعامل ويعني بنساعد في بناء المساجد مع الوزاره يمكن بتدعمنا ببعض الموضوعات زي المثل السجاجيد والائمه والكلام ده كله. المحافظه برضو بيبقى ليها دور كبير جدا، ورجال الاعمال بيبقى لهم دور كبير جدا. النهارده احنا الجامع اللي افتتحناه دوت كذا جهه ساعدت انها تخرجه بهذا المنظر، عشان كده بيخرج بمنظر رائع، منظر يخدم السياحه. احنا محافظه سياحيه، لما عملنا الصحابه في شرم الشيخ ما فيش سايح ما بيجيش يحضر ويخش يزور ده، يعني في الحقيقه واجهه. وبنحول احنا الطور دلوقتي زي ما انا قلت لك في الصلاه، قلت لك ان الطور بتشهد طفره كبيره جدا في التغيير، سواء من الشوارع، سواء الميادين، سواء اللاندسكيب اللي بتعمل فيها، سواء كورنيش، سواء شاطئ عام، سواء ممشى اهل مصر، منطقة شارع 306،
كل الكلام ده كله الناس بإذن الله هيبقى متاح ليهم يوم 17. فإحنا النهاردة حبينا نعمل هذه الافتتاح النهاردة لوحده يليك بعظمة اللي في هذا الافتتاح. عشان كده احنا ما رضيناش نجيب حاجة جنب هذا الافتتاح غير ان احنا نجيب السيد رئيس اللجنة الدينية، السيد نائب رئيس اللجنة الدينية، السيد وزير الأوقاف، وسيادة المفتي اعتقد انه اعتذر لظرف يعني خاص. ففي الحقيقة الاحتفال ديني خاص. هذا الجامع هو جامع كله صحنه بس 1200 متر مربع، محيطه 2300 متر مربع، في كل الامكانيات، في مكانه مميز على الشارع الرئيسي، بحيث ان يبقى ده الجامع الرئيسي بتاع محافظة جنوب سيناء. كل شكر لحضرتك سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. اذا زميلي العزيز عمرو، طفرة تنموية تشهدها محافظة جنوب سيناء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود السادة المحافظين والسادة الوزراء. اليكم في الاستوديو عمرو. مراسل أخبار مصر وليد هيكل، شكرا جزيلا لك ولضيفيك الكريمين.